عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى الشرح طريقة توصيل المحرك ثلاثي الأطوار يعني باستعمال المقاومات. يعني في الحلقة تاع اليوم إن شاء الله عندنا الموتور يعني كي ديماري يطلب تيار يعني كبير، فبالتالي يستعملوا هذا الإقلاع. إذا هذا الاقلاع تاع اليوم سيتان ديماراج بار اليميناسيون دي ريزيستونس روتوريك. يعني شفنا في الحلقه الماضيه اليميناسيون دو ريزيستونس ستاتوريك، اليوم ان شاء الله بار اليميناسيون دو ريزيستونس روتوريك. كما راكم تشوفوا لهنا الان، يعني نشوفوا هذا الشيما في الميكرو. عندنا هذا الشيما الكتريك، هذا الشيما دو كوموند، هذا الشيما دو بويسونس او دارات التحكم، هذه دارات الاستطاعه. اذا كما راكم تشوفوا لهنا في دارات الاستطاعه عندنا يعني سلسلات المقومات بالتسلسل في الخرجه تاع المحرك او في الروتور تاع المحرك. عندنا ثلاثه الفوق وثلاثه لتحت كما راكم تشوفوا، يعني عندنا ترواتون او يعني ديماري بثلاثه يعني ترواتون. يعني المره الاولى يديماري يشعل كا ام ا، يديماري بلي ريزيستونس كامل او بجميع المقاومات هذا لا سيري ولا هذا لا سيري. ومن بعد في الحاله الثانيه يعني تكسيتي هذا لابوبين كا ام 2 تدخل، فبالتالي نيليمينيو هذا لي ريزيستونس التحتانيين، يعني نوليو نغذيو الروتور تاعنا من خلال هذا الكونتاكتور. ومن بعد الحاله الثالثه والاخيره يعني نوليو تكسيتي هذا لابوبين الثالثه، يعني يولي المحرك يعني خرجوا جميع المقومات. اذا بدون اطاله نروحوا نشوفوا نشعلوا هذا يعني الدارة باش نشوفوا كيفاش تمشي. اذا نضغطوا على يعني قبل ما نبداو، عندنا الكا ام ا عنده التمبوريزاتور، في الكا ام 2 ايضا يعني الكونتاكتور رقم 2 عنده ايضا التمبوريزاتور، وهذا الكونتاكتور وحده فقط. اذا يعني عندنا الكا ام ا هذا الكونتاكت اوفر روبو او نورمالي اوبن تاع الكا ام 1 يعني تاع التمبوريزاتور رقم 1، وهذا تاع التمبوريزاتور رقم 2 او التايمر رقم 2. الان يعني لاقلاع هذا المحرك ما علينا الى الضغط على الاس 2 اللي هو زر التشغيل بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا شعلت هذا لابوبين، شعلت هذه ايضا يعني الكونتاكتور. الان يعني الكهرباء يفوت من هذا الناحيه، يعني يجي من هذا الناحيه من تحت لتحت، يعني لي ريزيستونس كامل دخلوا. الان نستناو شويه نشوفوا هذا لا ريزيستونس تيكسيتي وحدها، يعني باستعمال كما راكم تشوفوا راهي دخلت وحدها. حنا درنا 10 ثواني نتوما حسب المحرك الخاص بكم. الان هذه كما راكم تشوفوا غلقوا هذا لي كونتاكت تاع الاستطاعه او تمازات الاستطاعه. الان استناو شويه برك عاود يزيد يغلقوا ايضا هذا لي كونتاكت الرئيسيه. كما راكم تشوفوا الان ايضا دخلوا ايضا في اون سيرفيس لي كونتاكت هذو في دارات الاستطاعه. اذا الان نروحوا نشوفوا طريقه التوصيل يعني بطريقه عمليه او براتيكمون. نبداو بالتوصيل. اذا طريقه التوصيل كما تعودنا يعني دائما نوجدوا هذا المخطط. اذا كما راكم تشوفوا ولا كما شرحنا في الحاسوب ولا في المخطط في الميكرو او في البرنامج، يعني يدخل هذا الاولاني عفوا يدخل هذا الكا ام ا، ومن بعد يدخل كا ام 2، ومن بعد يدخل كا ام 3 يعني تكسيتي الاولانيه، ومن بعد الثانيه والثالثه. يعني عندنا ثلاثة حالات أو تروى طوم. إذا نشوفوا الآن طريقة التوصيل كما تعودنا دائما، يعني درت النتر أو الحيادي كما راكم تشوفوا، راني خرجت من الديجونكتور هذا بهذا باللون الأزرق كما راكم تشوفوا، هذا هو يعني رحت لجميع الكونتاكتورات كما راكم تشوفوا لهنا، يعني رحت لهذا هذا رحت لهذا من هذا رحت الى يعني الكونتاكتور رقم 3 كما راكم تشوفوا كما راه موضح في هذا الصوره. اذا الان نبداو يعني طريقه التوصيل. اذا نبداو من هنا، يعني نخرجوا من الديجونكتور او نجيبوا لافاز تطور من الديجونكتور او القطيع الكهربائي، نروحوا للكتر 15 لهذا كما راكم تشوفوا، هذا هو
خرجنا من الديجونكتور كما راكم تشوفوا ورحت الكاترباند كنز. الآن نخرجوا من الكاترباند كنز وين نروحوا؟ نروحوا إلى الأس واحد كما راه موضح لهنا، أس واحد إلى واحد إلى أو رقم 11 أو واحد، يعني هنا ماركين رقم 11، هنا نروحوا الرقم واحد في نفتح الضغط للإيقاف هنا باللون الأحمر كما راكم تشوفوا. إذا كما راكم تشوفوا خرجنا من الكتر فانتسيز رحنا إلى رقم واحد في يعني زير الإيقاف. نخرجوا من زير الإيقاف نروحوا إلى رقم يعني إلى مفتاح التشغيل إلى رقم 13 أو رقم 3 لهنا كما راه موضح لهنا، هذا يعني زر التشغيل باللون الأخضر، يعني جينا خرجنا من رقم 2 رحنا إلى رقم 3 بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. الآن يعني درنا كاع هذا السيركوي، خرجنا من بوطون بوسوار أري رحنا إلى البوطون بوسوار مارش الآن، ورحنا إلى ونخرجوا أيضا من يعني من هنا إلى تماس المساعدة أو تماس استمرارية التغذية لكا أم كما راه موضح هنا، استمرارية التغذية يعني نروح إلى رقم 13 كما راكم تشوفوا، هذا هو رقم 13 لكا أم أ، هذا يعتبر كا أم أ. وخرجنا أيضا من يعني مفتاح الإيقاف يعني من رقم 2. الآن درنا هذا يعني هذا السيركوي حتى لهنا، نزيدو أيضا نديرو باش يعني نديرو كاع هذا السيركوي حتى نخلصو، ومن بعد نروحو لي سورتور تاع لي كونتاكت. الآن عندنا هذا الخيط دايما يخرج من يعني زر الإيقاف هذا باللون الأحمر، يعني خرج من رقم 2 هذا ولا هذا، يعني خرج جوج خيوط هادو هذا مع هذا كما راكم تشوفوا، هذا وهذا هذا وهذا باش يعني يبانو مليح. إذا الأولاني يروح إلى كأن أو 67 68 تاع كأن اللي هو هذا، يعني الأولاني يروح إلى هنا إذا كما راكم تشوفوا رانا ديناه 67 تاع الكا ان ا لرولي تمبوريزي كما راكم تشوفوا. الان نزيدو الثاني الى لرولي تمبوريزي اللي كان في الكا ان 2 اللي هو هذا هذا عفوا 67 راح الى 67 بهذا الشكل. إذا كما راكم تشوفوا رانا خلصنا، يعني الآن درنا هذا السيركوي، دخلنا في البوطون مارش ودخلنا في الكا ام ا في رقم 14 يعني تماس المساعدة اللي مفتوح في حالته العادية، دخلنا في 67 تاع الكا ام ا، دخلنا في 67 تاع الكا ام 2 اللي هو هذا كما راكم تشوفوا. الان نسكمو شويه الحاله ومن بعد نكملو يعني الشيما تاعنا باش هكذا ما نطولوش في الفيديو. الان نكملو المخطط الخاص بنا. اذا الان يعني درنا كامل هاد الدخلات في يعني التماسات، الان نخرجو نبداو من هنا. الان عندنا الخرجه تاع البوطون بوسوار مارش اللي هو هذا البوطون بوسوار مارش، يعني عنده 3 و 4 حنا نخرجو من 4 نخرجوا من 4 اللي هو هذا يعني السلك، ونروحوا الى الخرجه تاع الكا ام النقطه المساعده او التماس المساعده لاستمراريه التغذيه، درت هذا لاشيت كما راكم تشوفوا باللون هذا، نديروا في الخرجه تاع التماس المساعده نفتح في حالته العاديه، حنا يعني نروحوا للخرجه تاعو نديرو هذا باش نروحو لبوبين او ميم طون باش يعني نديرو هاد لاشين بهذا الشكل. اذا كما راكم تشوفوا
درنا يعني رحنا الخرطة تاع المفتاح المساعدة اللي هو مفتاح في حالته العادية، ومن بعد نروحوا للابوبين الكا ام ا اللي هي هذه. إذن كما راكم تشوفوا الآن وصلنا إلى هذا يعني المخطط، إلى يعني نخرجوا 68 تاع الكا ام ا، نروحوا إلى ملف الكا ام دو، يعني نخرجوا من 68 من هنا، نعملوا هذا السيك، نروحوا إلى ملف ام 2 بهذا الشكل. الان نخرجوا من كا ام 2 يعني من 67 من 68 تاع الكا ام 2 كما راه موضح في هذا يعني المخطط. هنا كا ام 2 نخرجوا من 68 نروحوا الى كا ام 3 يعني الملف تاع الكونتاكتور رقم 3. زين كما راكم تشوفوا هذا هو 68 اللي كان في الكونتاكتور كا ام 3 عفوا 2، نروحوا الى بوبينا تاع الكونتاكتور رقم 3 بهذا الشكل. الآن يعني خلصنا من التوصيلة جميعا، الآن ما علينا غير نبداو نسيو المونتاج الخاص بنا. أول شيء نشعلو الديجونكتور لهنا، إذا شعلنا الديجونكتور تاعنا كما قلنا يعني يدخل هذا الأولاني، ومن بعد ثواني يدخل هذا رقم 2، بعد ثواني يدخل رقم 3. الآن نضغطو على زر يعني التشغيل في كما سمعتوا يعني راه دخل هذا الاولاني، نستناو شويه نسمعوا برك الصوت باش كما راكم تشوفوا دخل الثاني، نستناو شويه يدخل الثالث كما راكم سمعتوا دخل هذا ب يعني رقم 3. نطفيو نعاودوا التجربه كما راكم تشوفوا، نعاودوا نشعلوا كما راكم سمعتوا دخل هذا الاولاني، استناو شويه يدخل هذا كما راكم سمعتوا دخل هذا الان، نزيدو شويه برك يدخل الثالث. نقربوا شويه هكذا الكاميرا باش تشوفوا، ركزوا مليح. اذا كما راكم تشوفوا كما راكم سمعتوا دخلوا في ثلاثه الان. الان اذا حبينا نطفيو ما علينا غير يعني نضغطوا على زر الايقاف. إذا إلى هذا لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أنني وفقت في الشرح. لديكم أي سؤال اكتبونا في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.